يمكن نحن خلصنا، يمكن خلصوا الأوهام، لا ما قدرنا وصلنا حتى لسقف الأحلام. يمكن نحن خلصنا، يمكن خلصوا الأوهام، لا ما قدرنا وصلنا حتى لسقف الأحلام. عم حاول اني شوف الامور من برا من منظور مختلف. ما اقدر استوعب كل هاي الغرابه اللي عم تصير. شو هي الغرابه اللي عم تشوفها؟ الغرابه انه انا وانت هون بين اربع حيطان وتحت سقف واحد، كيف جينا لهون؟ شو هي الاصوات كلها اللي طالعه برا؟ بدي افهم نحن كيف وصلنا لهون؟ كيف؟ ما بعرف كيف وصلنا لهون، بس خلص وصلنا. وصلنا. انت رح تسافري؟ شو بدي اعمل هون؟ نرجع سوا؟ معقول نرجع؟ مو انا لوحدي المسؤول. ليش انت بدك تحمليني الذنب انا لوحدي؟ انا وانت مسؤولين. بعدين انت حاسبتي نفسك؟ أنا كمان كنت غلطانة بكتير شغلات، مو لحالك المسؤول. أيوة. طيب شو طلع معك؟ ذنبي الكبير لما كانت تصير مشكلة بيناتنا، كنت أقول بيجي وقت منحلها. منفتح صفحة جديدة. نقدر؟ ايه نقدر. خلينا نلاقي طريقة نتفاهم فيها مع بعض. احنا ما لنا شيء نراهن عليه، ما لنا غير بعض. بس أنا كنت رح سافر وينتهي كل شيء. بتكوني هربتي. قدرنا نكون مع بعض، نعيش مع بعض، عشنا عمر بالكامل. قولتك ضل بالعمر كتير. دعي نعيش عمرنا مثل ما كنا نحلم فيه. والماضي ننسى؟ نقدر ننسى؟ يعني ما بعرف. لا يمتى بده يضل الماضي يتدخل بحياتنا ويخرب كل شيء. الماضي هو اللي شكلنا. ايه لازم ينحسن. هلا نحن انفصالنا هو اللي حسم الماضي؟ ممكن يكون حسم الماضي. ايوه احنا تركنا كل مشاكلنا وهمومنا بالماضي، هيك انه نحن تصورنا بعد ما انفصلنا. كل واحد فينا اعتقد انه صار له حياة جديدة. شو بدك تقدم لي بحياتنا الجديدة؟ نخطط سوا لكل شيء. اكيد. كل شيء واضح.
نعيش سوا. هي بلدنا يلي منحبها. بدي افكر. لا تفكري، رح نحب بعض اكيد، رح نخاف على بعض اكيد. صالح بابا أكيد. يمكن بقى